السلام عليكم متتبعين الاعزاء، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ديما تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم هاد الغريبه ديال الزمن الجميل اللي هي عندها ذكريات وزوينه وسهله كتوجد وعزيزه على كل شيء، يعني محبوبه الجماهير كيف تنقولوا. بالنسبه لهاد الغريبه كيف كتشوفوا راه كنديروا هكايا بكاوكاو ولا باللوز، وفي نفس الوقت كيكون فيها الزبيب. انا راه ما درتش فيها الزبيب، نتمنى تعجبكم هذه الفكره وتلوق لكم. اصلا راه كل شيء تيبغي بحال هذه الحلويات زوينين ومزيانين للكوتي، مزيان لاي وقت حتى ملي كتكوني خارجه مع وليداتك ولا شي حاجه كينفعوك. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو وتبعوا التفاصيل في الفيديو، ان شاء الله راه هو شرح راسو تالخر ان شاء الله. خليتكم في امان الله، وما تنساونيش التعليق ديالكم الزوينين وفي البارطاج مع احبابكم الى عجبتكم الوصفه. بسم الله على بركة الله. هنا عندي كاس ديال الكوك، كاس ديال الزيت، نص كاس ديال سنيدة، واحد فانيا، خمارة ونص، والزبدة نص ديالها، وهنايا اللوز مهرمش. ثلاثة ديال البيضات،
بعد ما وجدت الغريبه ديالنا كيف كتشوفوا راه كتجي زوينه ومشقه ها نتوما. كيف ديما كيف العاده راه كديروا العافيه من الفوق عاد كطيبوها من التحت حتى كتشقق بحال هكايا. المهم راه كتجي زوينه وبنينه وما كتكونش فيها ديك الريحه ديال الزبده اللي كتعرفوا ملي كديري النشا والكوك راه كيحيدوا ديك الريحه ديال الزبده يا البنات. نتمنى الغريبه ديالنا تجي تعجبكم وانا راه عجبتني اللي مصوبه. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم وما تنساونيش كيف ديما في الدعم ديالكم في التعاليق ديالكم الزوينين. سهله ودغيا كتوجد و صالحه للكوتي ولا كاين للدراري الصغار تيبغيوها. زيدوا فيها شويه ديال الزبيب للدراري الصغار اللي عندها الدراري الصغار زيد شويه ديال الزبيب. بالنسبه لي انا نقص السكر نتوما تقدروا تكملوا كاس ديال السكر ولا كاس ونص على حسب الحلاوه. نتمنى تعجبكم ان شاء الله. ها نتوما يا هي راه كتجي يا سلام عشيشه.